سلام. سبحان الله، الواحد ساعات بيشوف وساعات ما بيشوف، إن كان بالعين المجردة أو القلب. العيون ممكن يكون عليها زي غشاوة، الواحد ما بيقدر يشوف بوضوح أشياء بتكون واضحة جلية لشخص تاني، والقلب بيكون عليه زي جدار كده، لأنه القلب برضو بيشوف، بالرغم إنه القلب يعني يعتبر عن قلب، بس هو مش بس قلب مكينة يعني بتضخ الدم، لا، القلب بيشوف، اللي هي البصيرة. المسألة بتكون إنه الواحد ما بيكون عنده شفافية، ما بيكون مع الله. الله دائما معانا، بيقدر الواحد يشوف لما بيكون مع الله، لما بيدخل في العلاقة هذه بيبدأ يشوف المسجات، بيبدأ يشوف الخير من الموقف السيء اللي ممكن الواحد يكون محطوط فيه. يعني خلينا نقول مثلا إنسان ماديا شوية، مش شوية، كتير متضايق، وشايفها، شايف، هو معتقد، شايف الأمور بشكل مادي مش بشكل ما وراء الطبيعة، إنه لازم أحد يساعده عشان يقدر يأكل، يقدر يشرب، يقدر يسدد الدين اللي عليه. شايفها إنه مخرجه هذا الشخص اللي هو مرة قريب منه، اللي يعرفه، صديق، صدوق، عاش معاه طفولة وطول حياته وعارف كل ظروف حياته. وسبحان الله، هذا الشخص بالذات بتلاقي الباب انقفل ناحيته، يا إما مش 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 متواجد، يا إما ما يبغى يدخل في المعمعة حقت مشكلة الشخص ده. فبتكون المسألة يعني مسج كبيرة من الله للشخص هذا، إنه لازم ترجع لي، وإنه في ظروفك هذه ما ينفع إنك أنت تطلب مساعدة من أي أحد، أبغى أعطيك حاجات كبيرة فلازم تجي لي وتطلب مني أنا بس. في مسجات تانية ممكن الواحد يشوفها على هيئة مثلاً عناوين في محلات أو عناوين شوارع، الواحد بيحسها بقلبه، بيشوفها بقلبه، إنه لما الواحد يشوف كلمة النصر، أو لما الواحد يشوف كلمة الازدهار، أو بيكون في وضع شوية لسه بيطلع من مشكلة، كلها هذه مسجات. ممكن مثلاً تطلع له آية في الموبايل، هذه كلها لما الواحد بيقدر يشوفها بيعرف انه الوضع تمام، كذبذباته، ذبذبات جسمه مفتوحة انها تشوف الرسائل هذه، المسجات اللي من رب العالمين. لما الواحد يحس انه هو أو يعرف انه هو مش شايف الامور هذه، مش قادر يندلع الطريق، معناها في شيء لازم يدرسه، لازم يفهمه، لازم يتدبر فيه، لازم يدركه. وبرضو من ضمن إن الواحد يفهم ويعرف إيش وضع ذبذبات جسمه من الأحداث اللي بتحصل حوله، لما بيحصل فيه دروب شوية غير لما بيحصل فيه دروب كبير جدا، الواحد يبدأ يتفكر، يتدبر إيش الموضوع، في شيء غلط، في شيء الواحد لازم يفهمه، فين الغلط، فين الحتة اللي ما هي مزبوطة. مثلا أرجع لكم تاني في مثل الواحد، مثلاً مادياته صعبة، إنه لازم ما تكون يعني حاطط إنه المال هو اللي حيحل لك مشاكلك، لأنه كده أشركت مع الله. ممكن الله يخلي فيه مخرج من غير المال، سبحان الله. فمش هو المال اللي حيحل المسألة، الله اللي حيحل المسألة. وأمثلة كثير، مش من مصلحتك مثلاً إنه هذا الشخص يساعدك أو شخص تاني، أو تشوف المساعدة من برا ممكن تلخبط لك حياتك كلها، ممكن تعمل لك ظروف جديدة تخلي الأمور أسوأ بشكل كبير. الله مختار إنك تكون لوحدك عشان تتعلم، عشان تفهم، عشان تتطهر، عشان ينظف قلبك، ينظف وتبدأ الأمور تتفتح لك وتشوفها كويس وتعرف إيش تسوي عشان الله يدلك على الطريق. يمكن الشخص هذا ما يعرف إيش هو الطريق عشان يدلك عليه، أو ممكن يكون بسهولة بكل وساطة طريقة غلط. سلام.